أول حاجة السلام الداخلي. أوه. من الحاجات الحلوة قوي اللي تعرف إن الله مشيئته ماشية مع إرادتي، السلام الداخلي، الراحة. العلامات أيضا سير الموضوع، الموضوع ماشي. يعني غير لما أنا أتقدم لحد الطرفين في حد مش موافق، في مشاكل، في اعتراضات، في تفاوت. ففي علامات بتبان قدامي، ربنا مبارك ومصير الموضوع قدامه. غير لما أنا عاند بفكر أنا عاوز أخد فلانة، أنا عاوز أخد فلان وعاند، لا يا الدنيا كلها يعني فيها كده اعتراضات، لا أنا مصمم بقى عندي. فطبعا لا بيبقى في سلام داخلي، الموضوع بيمشي. نقطة مهمة جدا، تملي عشان تعرف مشيئة الله في أي عمل أنت مكذب عليه، دخل هذا العمل في وصايا ربنا. نوضحها أكتر يا أبو. نوضحها أكتر. يعني مثلا أنا في اختيار زوجتي، لو هذا الاختيار هيعصر أبويا وأمي، ما دي فيها عصرة، صحيح، ضد وصايا ربنا. لو هذا الاختيار هيسبب مشاكل وخصام ويعني عدم احترام وعدم تقدير من الجنبين، ما ده كده بعيد عن وصايا ربنا، بعيد عن الحب. في موضوع الأب والأم، طب أحيانا ساعات الأب والأم بيكونوا مسيطرين شوية ولأ، يعني لأ بدون أسباب واقعية، فأعتقد أن برضو كل حالة بيبقى بتختلف، ليها حلول، بيبقى ليها حلول مع الأب الاعتراف والمرشد الروحي، بيبقى في ليها حلول إحنا نوجد حل يناسب، سواء نكمل أو نبعد. طبعا بدل من بعد كده هتلاقي ان احنا واجهنا مشاكل والموضوع ما كان خدش صغير بقى جرح كبير.